ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، لسه مكملين معاكم فقرتنا الحوارية التانية، واللي طبعا بيشرفنا دلوقتي ان انضم لنا نجمنا طبعا نجم النادي الاهلي كابتن احمد عادل، عشان بقى نتكلم معاه في كل ذكرياته اللي ليها علاقة برمضان، ونتكلم معاه كمان عن مواجهة النادي الاهلي وسيمبا، وايضا عن منتخب مصر في شكله الجديد تحت القيادة الفنية الجديدة. كابتن احمد النهارده مشرفنا في الاهلي في رمضان، وكل سنة وحضرتك بألف خير. كل سنة وحضرتك طيبة، كل سنة والشعب المصري كله بخير، ورمضان كريم على الأسرة على كل الأسر المصرية والأسر العربية. الله أكبر. بما أننا في الأهلي في رمضان، يبقى نستأذنك نبتدي معاك وبذكرياتك مع الأهلي في رمضان، وبعد كده بقى عندنا ملفات كتير هنفتحها وحكي كتير هنحكيه مع حضرتك. يمكن الأهلي في رمضان إحنا دايماً كنا يعني الأهلي باحتكاكاته بماتشاته بالأخص، وخصوصاً ماتشات في أفريقيا، كان دايماً الماتشات بتبقى اللي هي ساعة الفطار، كان دايما صعب من الكواليس سفريات ومشقة السفر، سفريات ساعات ممكن نلعب كوتيفوار في بنلعب اسك في ابيجان مثلا، بنلعب ترجي في تونس، ماتشات بتبقى صعبة جدا ومنافسات قوية جدا. طبعا دي صعبة من كل النواحي الحقيقة. طبعا. منافسة شديدة جدا ومنافسة كبيرة جدا، وخصوصا انت دايما داخل النادي الاهلي بتبقى مطالب بالبطولة دايما، فطبيعي بيتحط عليك ضغط كبير جدا. عشان كده كان مستر مانويل كان متفاهم بشكل كبير جدا الفترة اللي احنا كنا فيها، ان احنا بنلعب واحنا صايمين يعني، كان هو دايما بيدينا حريه الاختيار، وكان دايما اللي معاه في الموضوع دوت ابو تريكه يعني، كان ابو تريكه من اقرب الناس لي. فكان مستر مان كان بيحب ان احنا نبقى فاطرين نفطر عادي وبتاع، كان ابو تريكه بيوضح له الصوره ان احنا لا لازم. انت كنت حاضر الاهلي في مرحله ولا احلى طبعا، كانت كلها بطولات، كانت كلها بطولات وانجازات، كانت لعيبه كبيره، كانت القوام الاساسي منها منتخب مصر زي ما بنشوف دلوقتي، القوام الاساسي بتاع منتخب مصر من النادي الاهلي، دايما ده بيحط مسؤوليه على عاتق اللعيبه الكبيره، وخصوصا ان انت دايما بتبقى مطالب ببطوله، فدي كل مقومات البطوله اللي كانت بتبقى من خلال مجلس الاداره، من خلال اللعيبه اللي بتوصل للجهاز حتى الفني. اي مدير فني انا بشوف بقول انه بيمسك النادي الاهلي عليه ضغوطات كبيره جدا، ان هو مطالب بيخش في اي بطوله فلازم تحققها وتاخد البطوله. صحيح. فاعتقد حتى كمان الفتره اللي احنا كنا فيها في افريقيا كانت الفرقه كلها جامده، كنا بنلعب الترجي، بنلعب اسك، بنلعب القطن الكاميروني، باللعب الفرقه دي كانت كلها جامده، نجم الساحلي كانوا جامدين، ده كانوا في اجمد حالاتهم اصلا في المرحله الزمنيه، كانوا اجمد حالاتهم. وبياخدوا دوري في يعني الفرقه بتاخد دوري في بلدها. فاعتقد ان يعني الفتره دي لا اللعيبه الكبيره حتى اللي كانت موجوده، وابرزهم طبعا كان ابو تريكه وبركات وشادي محمد، ومع احترامي للالقاب وحوا حضري وكل اللعيبه، محمد شوقي، متعب، فلافيو، كل اللعيبه بصراحه عشان ما انساش حد، كانوا موصل لنا احنا حتى اللعيبه اللي كنا صغيرين، لا في احنا بنلعب دايما على البطوله. طبعا. بتشوف حتى كلام مجلس الاداره لما كان الكابتن حسن حمدي موجود وكان الكابتن الخطيب نائب، دايما كلامهم خلاص انت عينك على البطوله، انت خلاص بتكسب حتى مباراه هي صفحه وقفلت، وبعد كده عندك المباراه اللي جايه، حتى لما بتاخد بطوله بيقول لك لا تدور على البطوله اللي بعدها. فهي دي سمات النجاح داخل النادي الاهلي اكيد. طب احنا في كواليس طبعا يا كابتن احنا عارفينها، وكواليس صعبه ومباريات صعبه، نهائي طبعا الاهلي والقطن الكاميروني اكيد دي مباراه لن تنسى. عايزينك اكتر تقول لنا عن كواليسها، ويعني احنا عارفين ظروفها كمان كلها كانت مختلفه وصعبه، فلو نعرف منك اكتر يعني انت كنت اكيد شاهد على كل حاجه فيها. كانت 2008 الكلام ده. كانت 2008 وحتى انا لعبت برضه من اصعب المباريات، كانت نهائي النجم الساحلي كاس السوبر الافريقي برضه كان 2007 طبعا. كنا بنلعب في اثيوبيا، وانت عارف اثيوبيا فوق خط سطح البحر بحوالي كيلو او حاجه، فكانت حته التنفس كمان بتبقى صعبه جدا، حتى الملعب اللي كنا بنلعب عليه كانت ارضيته بتبقى صعبه جدا غير الملاعب اللي بنشوفها دلوقتي، فكانت كل في ظروف كتيره ضدك، الحر، حته الحر، حته ان احنا برضو كنا مع ضغط المباريات بنضطر نسافر قبل المباراه ب 48 ساعه. ما بتلحقش لما بتخلص ماتش هنا في مصر وبتخلص ماتش في بلد تانية، وبعد كده بتضطر تنزل ترانزيت، وحتى كمان السفر في افريقيا صعب جدا يعني، صعب جدا. صحيح. في غانا، في كوتوفوار، حتى الطيران الداخلي بيواجه صعوبات بشكل كبير جدا. يمكن دي كانت من المباريات القطن الكاميروني دي اللي حصل لنا فيها مشكله في الجو في الطيران، وكانت الطياره هتخبط في طياره ثانيه. كانت دي كان معانا كابتن حسن حمدي كان رئيس بعثه، وكان حصل لنا مشكله ان الطياره في المطار واحنا بننزل
في المطار احنا شفنا في الشاشه ان في طياره تحت معديه. يا ساتر يا ساتر. كنا فلو كان طب ده جزء المعاناه، الجزء المرح بقى في الحكايه كان ايه؟ اكيد برضه كان اكيد في حاجات ما تتنسيش وذكريات. هو كان لازم الجزء المرح في القلب. هو كان لازم الجزء المرح، وده كان اللي هو البطل بتاعه بركات يعني. طبعا محمد بركات طبعا. احنا كل جيل من الاهلي بيبقى ليه بطل في المرح. احنا عندنا كده بركات، سعد سمير، يعني بيبقى عندنا الحقيقه عفروتو شويه دلوقتي كهرباء. صحيح. فلا لازم حد يكون بيفك الفرقه، يعني مش بيفك الفرقه، يعني لازم يخرجك من الضغوطات. زي ما نشوف كهربا دلوقتي في الفرقه، ده كان محمد بركات على طول. يعني محمد بركات على حتى في المحاضرات، يعني مستر مانويل يكون شاددنا جدا ان احنا داخلين نلعب مثلا اسك في ابيجان ومباراه صعبه جدا والاجواء صعبه والملعب صعب، وتلاقي بركات داخل بيهزر في المحاضره مش جو هزار خالص. ايوه وسرعه بديهه وسرعه يجي مستر مانويل بص ما تشوفش بركات ولا كانه بيعمل حاجه. ده جزء من حلاوته، خلي بالك الجزء المرح خلاص ما فيش جزء مرح خالص والله. يعني كنا افتكر انا ماتش واحنا بنلعب اسك في ابيجان، فالفرقه بقى لها 14 سنه ما بتخسرش على ملعبها وكل الظروف ضدنا ومسافرين قبل، وملعب ما كان بيتلعب عليه رجبي مش ملعب 11 اصلا فكل الظروف ضدك. ففي المحاضره كان مستر مانويل شددنا بقى من اول ما رحنا ومفيش هزار، تجمع في الاوضه الساعه 10 كله بينام الساعه 10، وفي الاوتوبيس واحنا رايحين حتى التمرين مفيش صوت في الاوتوبيس. فدخلنا يوم المحاضره بقى الماتش بعدها بساعتين لقينا بركات داخل يعني بيهزر وبيرقص في المحاضره والفرقه كلها شاده والفرقه كلها متعة نفسها من الضحك. شفنا من بعيد كده مستر مانويل اقسم بالله اختفى طبعا، اختفى هو اختفى طبعا، والاوضه لو رميت ابره تسمع صوتها. بالمناسبه لما احنا دايما بنقارن بين الازمنه، تعال نقارن كده بين الكواليتي، نوعيه اللعيبه يعني في الفتره اللي انت كنت فيها في صفوف النادي الاهلي بالمقارنه بالجيل الحالي، هل ينفع نقارن اصلا ولا كل زمن وليه مفردات وليه خصائص لعيبته؟ خلينا نبقى واقعيين ان دايما اي مجلس اداره، وده اللي ما يميز مع احترامي لجميع الانديه في مصر او خارج مصر، ده اللي بيميز مجلس اداره النادي الاهلي، ان هو دايما اي مجلس او اي رئيس بيبقى موجود هو عارف سياسه النادي الاهلي. مظبوط، نفس المبادئ، عارف نفس السيستم، نفس المبدا. ده انا شفته مع كابتن حسن حمدي، وبعد كده شفته مع الكابتن الخطيب اللي هو نفس النهج ماشي، ان هو ازاي بيوفر مقومات البطوله، ودايما بتكلم عن مقومات البطوله مش افراد لعيبه ولا حتى لا، بتبقى سياسه نادي. سياسه نادي صحيح. ان هو بيوفر لعيبه كواليتي، لعيبه يقدر يعمل اوضه لبس تقدر تساعد على البطوله، وده اللي احنا كنا ناجحين فيه الفتره بتاعتنا. عشان كده دايما داخل النادي الاهلي هتلاقي حضرتك بتقول جيل بيسلم جيل، زي ما جيل بيسلم جيل في اللعيبه، جيل بيسلم جيل في الاداره، زي ما كابتن حسن حمدي وبعد كده خدها صحيح. بعد كده كابتن الخطيب، هتلاقي بيحضروا كوادر اداريه، زي ما حضروا كوادر مين يبقى كابتن الفرقه في الاوضه، زي ما حضروا كوادر اداريه ان هي تقدر تقود سفينه النادي الاهلي بعد كده. فدي سياسه مجلس اداره النادي الاهلي، عشان كده في نجاحات. لكن الجيل بتاعنا كان ابرز حاجه فيه، وده اللي داخل اوضه اي لبس، الجماعيه في الاداء. مفيش نجم داخل اوضه لبس النادي الاهلي، مفيش نجم، النجم الفرقه. ودايما كان المجلس بيبلغ اي جهاز فني بيتولى المسؤوليه ده، ان نجم الفرقه. ما هتلاقي في النادي الاهلي مفيش نجم اوحد، الفرقه هي النجم. مظبوط. عشان كده وكان من ابرز الفتره اللي احنا كنا فيها ويمكن الناس شهدت ولمست ده، كان محمد ابو تريكه. بس في طريقه التدريب وفي طريقه حط التشكيل وفي طريقه المعامله هتلاقي الراجل مستر مانويل ما بيميزش محمد ابو تريكه. هو عنده جماعيه في الاداء، زي ما بياخد موقف مع محمد ابو تريكه هتلاقيه بياخد موقف مع اصغر لاعب في الفرقه، اصغر لاعب في الفرقه بياخد موقف مع محمد ابو تريكه. فكان ده بيدينا احنا كلنا كفرقه، اذا كان هو بيعمل مع ابو تريكه كده، بيعمل مع بركات كده، بيعمل مع متعب كده، لا يبقى في اللعيبه كلها بيوصل لها رساله. ده اكبر دليل على الاهلي بما انحدر. دايما احنا بنتكلم على فعلا انه ما بيفرقش ما بين نجم وما بين يعني مع اي حد في صفوف الفريق، فعلا الاهلي بما انحدر طول الوقت. خلينا بقى بذكر البطولات الافريقيه وصعوبتها، داخلين على تحدي ومباراه هامه جدا امام سيبال تنزاني، خلاص يعني ايام قليله جدا بتفصلنا عن المباراه دي، اسبوع تحديدا يوم الجمعه المقبل.
النادي الأهلي لو هنتكلم كأداء وكنتائج في الفترة الأخيرة، يمكن الجمهور مش راضي بالشكل الكبير، على الرغم من إن احنا طبعا حاقين كاس مصر أمام الزمالك في يوم 8 مارس يعني في بداية الشهر الجاري، ولكن بعديها يمكن كان في أداء ما كانش كل الجماهير راضي عنه، وده يمكن مقلق بعض الجماهير من مباراة سيمبا التنزاني، خاصة إن دايما المباريات والأدوار اللي احنا فيها دي في البطولة الإفريقية بيبقى ليها ظروف خاصة جدا طبعا. ولكن برضو خلينا نتكلم يا كابتن ان احنا النادي الاهلي دايما متعود على الادوار دي، على الاداء ده، وعلى ان هو يكسب كمان في الادوار دي، ولكن الحقيقه بذكر المباريات ما بين النادي الاهلي وما بين سيمبا، الحقيقه صعب قوي ان احنا نحكم على المباراه المقبله، فانت شايفها ازاي؟ اكيد دي فعلا كانت نقطه مهمه، ودي يمكن دي اللي كانت مقلقه يعني قاعده كبيره من جماهير النادي الاهلي، لكن دايما النادي الاهلي وفرقه النادي الاهلي المقاومات اللي بتكلم عليها ان هو بيقدر يفصل كويس، بيقدر يفصل حتى من بطوله وبطوله، بين مباراه ومباراه، مش هنقول مثلا هو دايما النادي الاهلي المكسب بيجيب مكسب، حتى لو في لا قدر الله خساره زي الاخيره ما بيحطش دماغه فيها، بيبدا بيديله دافع يعني مع لعيبه النادي الاهلي ده بيديله دافع بشكل كبير، وده يعني عايزين نتكلم على المباراه مثلا المباراه الاخيره او ده، لان الراجل غير كتير في التشكيل، يعني مش مستحب ان انت دلوقتي معانا شاشه كابتن ابو كواليس مباراه الاهلي والقطن، واحنا بنتكلم طبعا الاخطاء دي خطفتك مننا طبعا فلاش باك عمل يا هو الايام الحلوه ده ماتش الاهلي والقطن الكاميروني اللي كان في 2008 اللي احنا شايفين لقطات منه ده فعلا، ده كانت بطوله كبيره، كانت بطوله كبيره، وزي ما قلت لحضراتكم تلاقي كل اللعيبه مركزه حتى بشكل كبير جدا في المباراه، لا كان الفرقه في حاله جيده، دايما النادي الاهلي هو في حالته، خلاص بتلاقي كل اللعيبه مركزه بشكل كبير، ودي ما يميز لعيبه النادي الاهلي. بتقعد تتفرج على اللقطات اللي زي دي وغيرها الفتره اللي انت كنت فيها متالق مع النادي الاهلي والذكريات الحلوه والماتشات احسن الحلوة. ايام لا احسن ايام، ومواقفها ما بتتنسيش، مواقفها ما بتتنسيش أكيد. ودتني حتى كمان دروس فيما بعد في الاحتراف، يعني حته ان انا بنتقل من نادي لنادي، خلاص انا بقى عندي مقومات البطوله، فبتنقل ده لاوضه لبس اي نادي انا كنت موجود فيه، حته تقبل حتى التعادل، ما عندناش حاجه اسمها تعادل، يعني حته ان انت تتعادل المباراه ده مش موجود، خساره بالنسبه لنا، وكانت برضه الثقافه تقلب الصفحه بعد كل انتصار حاضره معاك. لا طبعا لا مفيش وقت نحتفل، لا مفيش وقت، ما انت مفيش وقت، انت خلصت مثلا مباراه في دور ال 16 في افريقيا مثلا، بتنزل تلعب مصر في بورسعيد، بتنزل تلعب اسماعيلي في اسماعيليه، ماتشات كانت صعبه جدا، تنزل تلعب زمالك، تلعب، والفتره احنا كنا فيها كانت حوالي بتتكلم في 12 13 فرقه جامدين جدا، يعني كان ام بي اسماعيلي، المصري، الاتحاد، كان حتى قوام الفرقه دي فرقه جامده جدا. ايه اللي حصل فبقت يعني على الاقل ثلثين الاسماء اللي انت ذكرتها يكادوا يكونوا مش موجودين، ايه اللي حصل مع الفرقه الجماهيريه، الفرقه الشعبيه؟ للاسف ان اكبر يعني اكتر الانديه دي اهتزت اداريا، حصل فيها خلل اداري، زائد ان الناس ما بتشتغلش على قطاعات كبيره جدا من اللعيبه، عشان كده المواهب في مصر قلت، راح الموضوع كله لحته استثماريه، ان الانديه دي بقت شغاله شغل استثماري، تتفاجئ ان في انديه كبيره وعريقه بتبيع قطاعات الناشئين بتاعتها، بتطلعها استثماري، اتفاجئ ان مثلا فلان الفلاني خد قطاع مثلا نادي كذا بقى قالب استثماري، فدلوقتي بتتكلم في كواليتي اللعيبه، ما عندكش القطاعات الناشئين، ودايما اغلب قطاعات الناشئين في مصر هي اللي كانت مقويه الفريق الاول، ان كانت نادي المقاولين بيعتمد على الناشئين، الانبي بيعتمد على الناشئين، الاهلي بيعتمد على الناشئين، الزمالك. انت متضرر من الحكايه دي اكتر من غيرك، لان انت شخصيا ابن نادي من الانديه الجماهيريه الشعبيه الكبيره دي اللي هو الاولمبي، واللي كان ليه شنه ورنه في وقت من الاوقات طبعا، وده اثر يعني انا اسوء حاجه ممكن تلاقيها دلوقتي ان يقول لك مثلا النادي احنا خلاص احنا اولاد اعضاء، اللي بيلعب في النادي ده ابن العضو، طب ما دلوقتي اولاد الاعضاء مش هم اللعيبه اللي كنا بنلعب في الشارع، مش هم اللعيبه اللي مثلا مع احترامي مش لاقيه تاكل او معهاش فلوس ان هي تقدر تدفع حتى اشتراك للنادي او مش عشان كده كله يكون عنده الموهبه، يعني مش شرط يكون ابن العضو عنده نفس الموهبه اللي موجوده عند اي حد تاني. انا ده بيديني مؤشر على طول دايما ان انت كده شغل انتخابات او شغل مجلس اداره. هو لسه لغايه دلوقتي في حد فيما يتعلق بمساله السكاوتنج، يعني لسه في حد بيروح يدور على لعيبه الشوارع كشفين. الحريفه بتوع الحواري والدورات الرمضانيه طبعًا. بتاعت زمان بالمقاييس بتاعت زمان، ولا الوضع ده اختلف دلوقتي؟ لا الوضع ده موجود، ومصر فيها مواهب كتير جدا طبعا، بس بيختاروا السكه السهله، يعني انا شخصيا ما بقتش بشوف كوره بتتلعب في الشوارع زي زمان.
لا، ممكن حته الاكاديميات والانديه اللي هي بقت استثماريه، وتعالى انا هلعب ابنك دوري واديني 10,000 جنيه واديني 15,000 جنيه. فهو بيروح لولي الامر في الحته دي، فابني هيلعب دوري فيلاقي نفسه السنه الجايه ما حققش حاجه، فبقلب كلها حته استثماريه. عشان كده انا بتكلم، يمكن انا من سنتين او من 3 سنين يعني سريعا كده، موقف كنت معدي بعربيتي في الشارع في حته شعبيه يعني، انا لان انا اصلا من الدخيله يعني، ففي حته شعبيه انا معدي فبتفرج على اولاد في الشارع، فلقيت ولد لابس تيشيرت الزمالك وبيلعب في الشارع، والله العظيم كريم كده، عمال يقلب في الاولاد في الشارع وبيلعب حافي يعني، مش لابس حاجه في رجله. ده هو لفت نظري، فقمت راكن العربيه وقفت اتفرج عليه بتاع 5 دقايق، لقيته صغير كده وهو ماسك لعيبه كبيره وعمال يقلب فيهم وبيلعب على الاسفلت وحافي. المهم جبته، طلع واد اسمه عبد الله، ومن جنبي من الداخله من جنبي يعني، قلت له تعالى عبد الله، وديته الاكاديميه عندي، قعد معايا شهرين في الاكاديميه، وبعد كده وديته الاولمبي. فالظروف في الاولمبي قالوا لي ان احنا يعني شغالين اكتر على اولاد الاعضاء وبتاع، قلت لهم بعد اذنكم خدوه، ولو وحش مشوه يعني، هو لو مش كويس مشوه. المهم جبت له جزمه ووديته النادي. دلوقتي عبد الله مواليد 2007 بيتحط وبيتحط الفرقه عليه. ما شاء الله، ده من حسن حظه اللي انت كنت معدي. ده نموذج واحد طبعا، وفي ملايين. وانا يعني انا بس عايزه في يوم من الايام اللي هو يفتكر موقف شبه ده، ونفسي ان كل الناس تبقى كده يعني. مش شرط، انا في ناس ما تقدرش تدفع اشتراك، في ناس بس عندها مواهب كبيره جدا، في ناس ما تقدرش تدفع مواصلات ان هي تقدر تجي لي مثلا من 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 مكان مثلا في القرى او في حته، ان هي تجي لي مثلا اسكندريه. على مستوى العالم كله يا كابتن طبعًا. يعني معظم اللعيبه اللي هم احرف لاعبين على مستوى العالم وعبر التاريخ هم اللعيبه اللي عانوا كتير، وكانت ظروفهم الاقتصاديه والماديه ما يعلم بها الا ربنا، هم دول اللي طالع منهم حد زي رونالدينيو. ابرزهم محمد صلاح، ابرزهم محمد صلاح. لو هتشوف قصه كفاح محمد صلاح هتشوف ان هو طالع من كده. طب يعني انت شخصيا كانت خلفيه طلوعك كانت عامله ازاي؟ انا دايما يعني انا ممكن اسرتي الحاله كانت متيسره شويه، بس انا كنت واخد المسؤوليه من وانا صغير جدا، وكان الحمد لله يمكن ده والدي الله يرحمه ومع والدتي طبعا اللي كانوا دايما مسندني في حته وانا صغير، كان ده ما يؤخذ عليا يعني، ان دايما مامته وباباه معاه على طول. فكان الايمان من الاهل بيبقى مهم جدا في اللحظات دي، خاصه طبعاً ان في ناس كتير تقول لك لا يلعب كوره ايه، ده لازم يشوف له وظيفه، اصل دي حاجه مش مضمونه. دايما العقليات العائلات المصريه يقول لك لا احنا ده يطلع دكتور مهندس ظابط يعني، دايما يعني صراحه الوضع اتغير كتير. لا بس برضه ما زال كل الناس عايزه اولادهم يلعبوا، مش مجرد لعيبه كوره محمد صلاح. بس الناس بتخاف من الريسك بشكل كبير جدا يعني، يقول لك لا احنا نضمن لابننا وظيفه احسن من لعيب كوره. خلينا واقعيين ان في مثلا اولياء امور او ناس ممكن يبقى عندها معاناه شويه طبعا، ان هم مش قادرين يصرفوا على اولادهم، ان مش قادرين حتى يديله مصروف ان هو يسافر مثلا، مستنيين اولادهم هم اللي يساعدوهم اصلا يساعدوهم. لا ونشاه اي لاعب كمان يا كابتن بتحتاج مصاريف كتير، المجهود البدني وان هو يشتغل على نفسه، الاكل كمان، كل ده بتبقى ظروف اكيد محتاجه دعم مادي كبير، فعشان كده يمكن هم ما بيبقاش متوفر عندهم الدعم ده. لا حته كمان برضو حته كان اكتشاف المواهب دي دي اللي كانت مهمه جدا بصراحه، وفي عينين، لكن لما بيروح النادي بيواجه ظروف صعبه طبعا. بيواجه ظروف صعبه، خلينا بقى ايه نقف احنا عند الظروف الصعبه دي طبعًا. ونخطف نفسنا سريعا، نطلع فاصل ونرجع نكمل ان شاء الله. اتفضل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ولسه مكملين سهرتنا الرمضانية في الأهلي في رمضان. نورنا مشرفنا نجمنا طبعا كابتن أحمد عادل، ولسه بنتكلم معاه في أحاديث كثيرة بتخص أكيد ذكريات النادي الأهلي في رمضان والبطولات الإفريقية. وخلينا نرجع تاني يا كابتن أحمد لمباراة سيمبا التنزاني، فرص النادي الأهلي في الفوز بهذه المباراة، وكمان فترة التوقف شفتها إزاي، وإزاي ده هينعكس على الفرقة في مباراة سيمبا. يمكن اكيد ما فيش شك ان هو بيدي افضليه ان حتى الناس المصابه انها ترجع من الاصابات تاني في الفتره الاخيره. اتمنى النهارده في مباراه المنتخب ان اصابه حتى امام عاشور لسه كنا بنتكلم طبعا اوف اير، بنتمنى له كل الشفاء وان هو يعود لصفوف الفريق في اقرب وقت ابدا ممكن ان شاء الله. مش وقته نتكلم حتى في الفصل بنقول التفصيله دي، مش وقته ابدا اللي حصل، مش وقت امام خالص ان هو يتصاب، لان امام حتى كمان عنصر من عناصر مهمه داخل النادي طبعا. سواء مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر من عناصر مهمه اللي دايما مستر كولر بيعتمد عليه بشكل اساسي، بيعتمد عليه بشكل كبير ان هو يبقى اضافه حتى لخط الهجوم.
لكن اتمنى ان بعض اللعيبه الاخرى زي رضا سليم انهم ماشي بشكل كويس الفتره الاخيره. ان شاء الله عوده وسام ابو علي برده تبقى اضافه للتشكيل الاساسي بعد ظهوره بشكل جيد. الحقيقه تفاصيل اصابه يمكن امام اصيب في اول 30 دقيقه من مباراه مصر ونيوزيلندا، والحقيقه اكيد احنا في انتظار يعني التقرير الطبي الوافي من طبيب منتخب طبعا دكتور محمد ابو العيلة، ان شاء الله نطمن عليه في يا رب. بس هو طالع يعني انا كنت برضه كنت بدردش في الفاصل معاك يا كابتن احمد على تفصيله ان هو خارج بيبكي، فدي في حد ذاتها ممكن تبقى مؤشر لحجم الاصابه. اكيد ما فيش شك اصابه قويه جدا، وهنا حته البكاء حتى بتاعه من ممكن من الوجع او ان هي هتطول معاه شويه طبعا. ده هنا زي ما شفنا مثلا محمد صلاح في نهائي دوري ابطال افريقيا مع ريال مدريد، حته البكاء مش على الاصابه او على الوجع، لكن هو حاسس ان هي اصابه هتقعده شهر ونص او شهرين، ان هو ما يشاركش في التحديات اللي جايه، ان هو مش هيشارك الفتره اللي جايه، وخصوصا كمان اللعيب هنا بيبقى صعبان عليه ان انا في احسن حالاتي وماشي بشكل كويس سواء مع النادي الاهلي او مع المنتخب، وهقعد مثلا يعني حسب، لان اصابه الكتف دي بتقعد من شهر ونص لشهرين فصعبه جدا. قبل ما تنضم لنا يا كابتن، طبعا اتفرجت على الشوط الاول من المباراه مصر ونيوزيلندا، اول اختبار للقياده الفنيه الجديده بقياده طبعا كابتن حسام حسن وابراهيم حسن. يعني قول لنا كده، شايف الصوره ازاي؟ شايف كل العناصر اللي شاركت، تشكيل الفرقه، الطريقه اللي بيلعب بيها المنتخب؟ اكيد مش هنقدر نحكم من المباراه دي، ولكن كانت مهمه برضو ان احنا نشوف شكل او قوام المنتخب في مباراه وديه امام منتخب نيوزيلندا. اكيد منتخب نيوزيلندا اكيد مباراه قويه طبعا. اكيد مباراه قويه، اكيد برضو محطوط ضغط على كابتن حسام حسن في اول مباراه، ان هو كل الناس مستنيه شكل المنتخب هيبقى عامل ازاي، وبالذات الناس المتربصه طبعا يعني طبعا، وخصوصا انا دايما كنت بتكلم الفتره الاخيره مهمه جدا، خلاص تولى كابتن حسام بجهازه المعاون كل الدعم لازم يبقى ليه، اذا كان دعم اكتر من الطرف، احنا بندعم الغريب وبندعم الاجانب، لكن لما بنشوف منتخبات وطنيه زي ما دايما بشوف ده اللي المفروض يكون عليه الحال طبعاً. بس خلي بالك دي برضو من ضمن المتغيرات انا اسف، المتغيرات اللي كلنا لمسناها في الفتره الاخيره فيما يتعلق بالمنتخب. يعني بقيت دلوقتي تشوف ان في جمهور نادي معين بيشجع لعيبته اللي مشاركين في المنتخب على حساب الباقي، ويهمش من الباقي او يقلل من الاخرين. يعني الانتماء للانديه شيء لطيف، لكن لما نيجي نتكلم على منتخب الموضوع لازم يتغير. لا للاسف، للاسف دي نقطه مهمه جدا، وللاسف كل الجماهير اتجهت ليها، ان المنتخب دلوقتي ما بيجتمعش عليه جماهير مصريه. المنتخب دلوقتي بقى حته عنصريه، بتوع الاهلي بيحبوا يشجعوا المنتخب بشخصيه الاهلي، الزمالك نفسه اللي يشجع اللعيبه. بس ده حصل مؤخرا يا كابتن، ده ما كانش موجود في السنوات الظاهره دي، بقى لها اربع خمس سنين. بقى لها اربع خمس سنين وقتك انت ما كانش في حاجه اسمها لا كده. مفيش الكلام ده خالص. وده كان بيبان في المدرجات، اكيد كان بيبان في المدرجات ان كل الجماهير رايحه ورا المنتخب. لما كان بيحصل مباراه وديه كانت كل الجماهير بتروح للمنتخب، بيحصل تدريبات كل الجماهير بتروح للمنتخب تتفرج على المنتخب. فمهم جدا حته ده برضو دور الاعلام، دور الاعلام ان يخلي كل الجماهير المصريه تتكاتف ورا منتخب مصر طبعا. وخصوصا مع كابتن حسام حسن، خلاص بقى مدرب وطني، لازم يبقى انتماء حتى من الجماهير للعيبه، انتماء حتى للمدير الفني لمساعده طبعا. وخصوصا انا بشوف كابتن حسام دايما وكابتن ابراهيم عندهم قاعده جماهيريه كبيره جدا طبعا. هم بالاخص طبعا، فدي هتضيف وهتدي اول حتى المنتخب مصر. كنا بنقول النهارده بنامل النهارده انطلاقه عوده الجماهير، لان طبعا كان متحدد 30,000 لحضور المباراه دي، فاكيد كنا بنامل انه يكون الجماهير في ظهر القياده الفنيه الجديده في ظهر منتخب مصر. وكمان عايزين يا كابتن نشوف نتائج، لان النتائج بتفرق جدا مع الجمهور. انت برضو كان وجود الجمهور في المدرجات كان متعلق بالنتائج الاخيره اللي كانت موجوده للمنتخب، بس بقالنا سنين ما شفناش نتائج طبعا تخلي الجمهور يعني يرتبط بالمنتخب زي ما كان مرتبط بيه قبل كده وبيشجعه بالشكل ده. اعتقد ان الاهم من اداء النهارده هي النتيجه طبعا. يعني مع امام نيوزيلندا مهم ان انت تكسب، ده هيديك ثقه كبيره جدا، هيدي للجماهير ثقه فيك، هيدي ثقه لكابتن حسام، وخصوصا ان انا ما شفت الشوط الاولاني لا في فرد الاسلوب اللعب، في شخصيه المنتخب مصر، في تنوع حتى في الاداء. يعني النتيجه هي المقياس مش الاداء، لان في ناس كتيره مستنيه تشوف اداء المنتخب هيختلف الى اي درجه مع كابتن حسام حسن بغض النظر عن النتيجه. انا كنت متخيل ان العكس هو الاهم. ممكن لو هنأدي باداء ونتيجه اعتقد ان هتبقى سلبياتها اكتر من ايجابياتها. اعتقد ان النتيجه ممكن الاداء ممكن مش احسن حاجه، لان الناس هتبقى مقدره ان الراجل لسه شغال بقاله مثلا شهر مع المنتخب، فاللعيبه ما قدرتش تستوعب الشغل بتاعه، لكن النتيجه
هتدي ثقه كبيره، لان الخساره في حد ذاتها بتاثر بالسلب على معنويات الفرقه. لا واحنا مش ناقصين معنويات سلبيه الحقيقه. الناس بالنسبه للمنتخب بصفه خاصه يعني. بطوله كاس العاصمه الحقيقه وظروفها وافتتاح استاد مصر على العاصمه الاداريه الجديده اكيد شيء مشرف للكره المصريه وكل القائمين على العاصمه الاداريه الجديده. بنيه تحتيه محترمه جدا، شفنا الحقيقه استاد مصر بيليق بالكره المصريه وباستضافه كمان البطولات الرسميه والمهمه سواء بطوله كاس العاصمه وكمان البطولات اللي جايه والمحافل اللي هتكون موجوده على ارض مصر. أكيد شيء بيعكس نتيجة أو بيعكس فكرة المجهود اللي بيبذله يعني الحقيقة قطاع عريض جدا من الدولة المصرية. استاد بنية يعني بأيادي مصرية أصيلة خالصة، فحاجة مشرفة جدا، وكمان فكرة البطولة شيء مشرف جدا خاصة أن هي انتقلت من الإمارات لمصر، فكان كمان فرصة بالنسبة للمنتخب. فعايزة أعرف رأيك أكتر عن فكرة البطولة وعن استاد مصر وعن العاصمة الإدارية، وأكيد هنستضيف بقى بطولات كتيرة خلال الفترة اللي جاية على أرض هذا الاستاد. طبعا دي حاجه تشرف الكره المصريه، حاجه تشرف الدوله المصريه، واللي كنت بناشد بيه الفتره الاخيره ان مباراه بين الاهلي والزمالك في نهائي كاس لازم تكون في استاد العاصمه. في استاد العاصمه الاداريه كانت هتبقى حاجه محفل كبير جدا طبعًا. للصناعه المصريه والتطور وخير الكره المصريه وخير تدشين للاستاد نفسه طبعا. هتبقى انجاز كبير جدا حتى بين مباراه بين الاهلي والزمالك والنهائي يحصل هنا في استاد العاصمه. لكن اعتقد ان يعني مصاب كمان عندكم فوائده ان البطوله تتلغي وهتيجي لاستاد العاصمه، وان انت كمان بتدفع ب 30,000 متفرج. لا يعني سواء على مستوى التامين على مستوى ده بيدي ثقه كبيره جدا للمسؤولين عن الكره في مصر ان انت تزود عدد الجماهير. اكيد استاد العاصمه يعني صرح كبير جدا داخل مصر، وده بيدي انطباع ان لا الدوره المصريه جايه، الدوره المصريه فيها انجازات جايه سواء في مستوى الرياضه او في مستوى الصناعه. الحقيقه بالنسبه للبنيه التحتيه الرياضيه بصفه خاصه احنا يعني بنتكلم عنها بقالنا شهور ان ابتدت كمان تؤتي ثمارها بالنسبه للبطولات الكبيره اللي مصر بقت بتنظمها، وكل المشاركين فيها بيرجعوا بلادهم بيشيدوا باللي هم شافوه. على فكره في كمان استاد هيئه قناه السويس هو كمان برضو هيظهر للنور بكامل رونقه الفتره اللي جايه ان شاء الله. يعني استاد مصر مش هو الاستاد الوحيد. تعال بقى ناخدك من استاد مصر ومن الزمن اللي احنا فيه لزمان شويه، ونرجع بيك للدخيله تحديدا واسكندريه ورمضان والدورات الرمضانيه. ايام حلوه، من احسن ايام يعني احسن أكيد. ايام، ويمكن لحد من سنتين ثلاثه انا كنت بلعب يعني كنت والله بنزل العب الدورات لغايه وقتها كره يعني. الشراب كره الشراب في الورديان وفي لا لسه موجوده كره شراب في الورديان موجودة. اصلا لا موجوده فعلا موجوده. انا كنت لسه في افتتاح قريب كده او في افتتاح دوره كره شراب واسفلت الله موضوع لا لسه الساحات الشعبيه لما كره شراب موجوده يبقى معنى كده ان في حريفه هيظهروا قريب. لا بس هي دلوقتي ما بقتش كره شراب، هي دلوقتي بقت شيكرتون اللي هي الشيكرتون أيوة بتاع الكهرباء ده، وساعات بيبقى اللي هي البوليتكس اللي هي بالحبل دي بيلعبوا بيها لحد دلوقتي بيلعبوا بيها وبيلعبوا على الاسفلت، واللي هي ما فيش اوت وتخبط في الرصيف وتاخدها تاني. لا كل دي انا متعتي في ان انا بروح الاماكن دي. يعني من اشهر الدورات حتى كمان في اسكندريه اللي هي الفلكي اللي هي اللي في حضره. في بعض الدورات هتلاقي في الورديان، هتلاقي في بحري، انا بروح في المنشيه. انا بروح مع مثلا اقرب الناس ليا ريعو في المنشيه فبنزل له على طول بنزل له المنشيه طبعا. فاحنا طلعنا من هنا يعني طلعنا من المناطق الشعبيه فلعبنا والاسكندرانيه بيتنفسوا كره قدم طبعا حقيقه طبعا طبعا بأخصهم جماهير الاتحاد السكندري. اللي بيختلف طبعًا. في لعب كره القدم يا كابتن رمضان وخارج رمضان، دايما احنا عارفين بيبقى في ظروف مختلفه واعداد بدني مختلف، مش بنتكلم بقى طبعا على اللعب الشارع ولكن بنتكلم على اللعب الاحترافي، خاصه ان احنا شفنا اكيد طبعا يعني واقعه اليمه بالنسبه لنا كلنا كابتن احمد رفعت في اول الشهر الكريم. فناس كتير ربطت ما بين الحادث ده وما بين فكرة الصيام، أكيد بيبقى ظروف مختلفة، فكرة اللعب في رمضان، فكرة نظام الأكل نفسه، لأن احنا دايما عارفين الصيام بيختلف والفطار بيختلف، الناس كتير بتتقل في الأكل بس بالنسبة للعيبة ده ما بيبقاش مستحب، فأكيد بيبقى مختلف فكرة المجهود البدني أو التنظيم البدني بالنسبة للاعب في رمضان عن غير رمضان. طبعا يمكن أنا يعني من خلال حضراتكم وذكرتي شيء مهم جدا، هو أحمد رفعت. أحمد رفعت اللي بتمنى له، يمكن انا كنت موجود في المباراه في الاستاد وفي رفعت كان من قدامي لحظه مؤلمه وصعبه جدا قدامي، وهو كان بقاله فتره راجع من الاصابه، وفعلا ممكن ما يبانش في الكاميرا ان هو ضرب كذا مشوار ممكن ما يبانش في الكاميرا
السبوت عليه، لكن هو بذل كذا مشوار ولسه راجع من الاصابه. لكن حته تغير الاكل وحته ان اغلبيه اللعيبه بتتعود ان هي بعد الاكل فبتشرب قهوه بتشرب اي حاجه، فممكن ده اللي يكون اثر عليه بعض شيء في الصحه او في عدد ضربات القلب، لان رفعت حتى لما وقع كمان فصل نفسه وفصل كل حاجه. بنتمنى له اكيد الشفاء العاجل يا رب، هو وكل لعيبتنا المصابه. وبالمناسبه برضو عايزين نطمن حضراتكم ان يعني الطبيب اكد ان الحمد لله، طبيب المنتخب اكد ان مصطفى شوبير سليم الحمد لله. وفيما يتعلق بمساله امام عاشور اللي كنا لسه بنتكلم عنها من شويه، حاليا بقى بيعمل الاشعاعات المطلوبه، ويا رب خير يعني ان شاء الله. يا رب خير. فلا هي فعلا حته التغير، حته الصيام، وكان حتى كمان اول يوم رمضان لسه طبعا الجسم مش متعود على تغير الاكل، وان انت تصوم بعد كده ممكن تشرب قهوه بعد الاكل، فالموضوع كان ملخبط شويه. لكن الحمد لله ان احنا دلوقتي اطمنا على رفعت وان رجع تنفسه بشكل طبيعي ان شاء الله. ان شاء الله ويقوم بالسلامه ونطمن عليه كلنا طبعا. اتمنى ان اللعيبه يعني تقدر تحافظ على نفسها اكتر من كده، ده اللي انا بتمناه. لان نورتنا النهارده يا كابتن حبيبي، ربنا يخليك بجد والله، نورتنا النهارده يعني، ونسعد دايما بوجودك معانا. طبعا اتبسطنا جدا، وذكرياتك مع رمضان الحقيقه مختلفه، واحنا يعني اتبسطنا بيها جدا يا كابتن، نورتنا وشرفتنا في الاهلي في رمضان. دايما وانا بسعد معاكم في قناه الاهلي. ربنا يخليك، كل سنه طيب وانت بالصحه والسلامه. واكيد الشكر موصول لحضراتكم مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان على حسن المتابعه. نشوفكم على خير ان شاء الله في ليله جديده من ليالي الاهلي في رمضان. الى اللقاء.